وللمزيد حول الذكرى 18 للغزو الأمريكي للعراق ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية واستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا ومرحبا بك. حياكم الله، مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. حياك الله. كما وينضم إلينا أيضا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياك الله أخي الكريم، تحية لك والمشاهدين الكرام. حياكم الله. أبدأ معك سيادة العقيد، 18 عاما جرت في العراق مياه كثيرة تحت الجسر، إلى أي مدى ترى أن آثار العدوان الأمريكي في العراق لا زالت باقية منذ ذلك الوقت؟ نعم، لا شك بأن الآثار المترتبة على الاحتلال لا زالت قائمة، أو بالأحرى يمكن أن نقول بأنه الاحتلال حتى وإن قال بأنه انسحب عام 2011 ولكن الاحتلال لا يزال جاثما على صدور العراقيين، ممثل بهؤلاء الخونة والعملاء الذين جاءوا على الدبابة الأمريكية ونصبهم الاحتلال حكاما للعراق. وبالتالي نحن نتكلم عن مخلفات وآثار هذا الاحتلال. أضف إلى هذا بأن هذا الاحتلال جاء لنا باحتلال آخر وهو الاحتلال الإيراني، لذلك نرى بأن الدم العراقي ما زال ينزف، أوصال البلاد مقطعة بين الإرهاب وبين الفساد والطائفية والتبعية للخارج والتدخل الخارجي. لذلك نرى بأنه قتل المئات الآلاف من العراقيين، هجر الملايين من الشعب العراقي، بددت ثروات العراق وتم سرقتها من قبل الطبقة الحاكمة، قسم العراق على أساس الطوائف ومذاهب وقوميات، ودمر نسيجه الاجتماعي، محاصصة طائفية وتقاتل على السلطة وعلى المنصب. فشلت هذه الطبقة في توفير حياة حرة كريمة للمواطن العراقي، بطالة مدع وفقر بشكل كبير جدا. نحن نتكلم عن دولة فاشلة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، انقسام سياسي، ديمقراطية مشوهة وحرية زائفة، اغتيالات، سلاح منفلت، انهيار وفشل اقتصادي، يعني تدمير لمؤسسات الدولة، فساد مالي وإداري. جميع هذه الآثار تركها الاحتلال ولا تزال قائمة إلى يومنا هذا بعد مضي 18 عاما على الاحتلال. نعم دكتور أيمن، في 18 عاما التي مضت ماذا ترك العدوان على المستوى الحقوقي والإنساني في العراق؟ الجرائم والكوارث الإنسانية لا تزال على صعيد القتل خارج القانون ومقتل المدنيين العنوان الأبرز في الإعلام. لدينا أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري، الاعتقالات التعسفية جارية بشكل كبير، مسألة النزوح، ملايين العراقيين اضطروا للنزوح تحت التهديد والوعيد والقصف العشوائي وافتعال الحروب، حقيقة التي من شأنها تغيير الطبيعة الديمغرافية والتركيبة السكانية للناس. المستوى التعليمي إلى يعني اليوم عادت الأمية إلى العراق بقوة في ظل حكومات الاحتلال. الوضع الصحي منهار، كورونا كشف حقيقة انهيار الوضع الصحي في العراق. مسألة الحريات العامة، حقيقة العراق هو من البلدان الأخطر على الصحفيين، هو من البلدان التي تستبيح دماء أبناء الشعب مجرد خروجهم إلى الشارع ومطالبتهم بأبسط حقوقهم الإنسانية. على الصعيد الإفلات من العقاب، وهي الكارثة الكبرى حقيقة في العراق التي جلبها الاحتلال، هو الإفلات المطلق للمرتكبين من العقاب على جرائمهم وعلى ما يرتكبونه بحق المدنيين في العراق. وهذا يلخص لنا الهدف الرئيس من وراء الاحتلال، وهو إخراج البلد من حاضنته العربية وإنهاء دوره المهم حقيقة في المنطقة والعالم. وكل يوم يخرج إلينا من الناحية الحقوقية
جرائم حقيقة يعني لا حتى العصابات وحتى يعني عديمو الإنسانية وعديمو الأخلاق لا يجرؤون على ارتكابها، ولكن من يحكم العراق اليوم هم هذه من صفاتهم. يعني لدينا حتى طال الاستهداف والقتل حتى ذوي الشهداء ذوي المختفين قسرا لمجرد مطالبتهم بدماء أبنائهم أو بمعرفة مصير أبنائهم، وهذا هو الذي يجري في العراق ومنذ 2003 وحتى اليوم. إذن لدينا ملفات كثيرة مزدحمة، لدينا جرائم يعني نكراء حقيقة ترقق بعضها بعضا من شدة هول هذه الجرائم، والذي يدفع الثمن هو المواطن البسيط المدني الذي لا حول له ولا قوة، ولكن شاءت الأقدار أن يعيش في العراق في هذه الحقبة الزمنية. نعم سيادة العقيد، على المستوى العسكري والأمني كيف ترى أثار الغزو على الملف الأمني والعسكري في العراق؟ نعم الأثار على المستوى الأمني والعسكري كثيرة في العراق. يعني أولا تحول العراق إلى ساحة صراع مفتوحة بسبب الميليشيات وبسبب الصراع السلاح المنفلت في العراق وتبعية هذا السلاح الذي ينفذ أجندة خارجية تابعة لإيران. إذن نحن نتكلم حقيقة عن دولة توجد في هذه الدولة دول متعددة تقودها ميليشيات مسلحة لا تأتمر بإمرة الدولة، وإن أخذت غطاء رسمي من الدولة في الفترة الماضية ولكنها تأتمر بإمرة جهات خارجية ومرجعيات دينية. أضف إلى هذا بأنه استمرار وجود تنظيم الدولة هو واضح لحد هذه اللحظة، لذلك نحن نتكلم عن فقدان للأمن، فقدان للاستقرار، تخبط وارتباك عسكري بشكل كبير جدا. هذا الارتباك أدى إلى تدخلات أجنبية كبيرة جدا في العراق. يعني عندما نتكلم عن الدول الأجنبية التي لا زالت في العراق، نتكلم عن التحالف الدولي الذي شكل مما يقارب أكثر من 67 دولة، ولا زالت قوات لهذا التحالف الدولي موجودة في العراق لحد هذه اللحظة بوجود أكثر من 1,500,000 منتسب في الأجهزة الأمنية والعسكرية. هناك سلاح منفلت يقتل المتظاهرين الذين خرجوا بصدور عارية لمطالبة بحقوقهم المشروعة في الجنوب. هناك جرائم ترتكب الآن ليس تحت طائلة القانون، وإنما جرائم ممنهجة وتنفذ بأجندة خارجية تقتل الشعب العراقي بدم بارد بعد أن تواطأت السلطة الحاكمة في العراق مع الأجهزة القضائية ومع هؤلاء الذين ينفذون الجريمة المنظمة على جميع الجرائم التي ارتكبت في الفترة الماضية، لذلك لا حسيب ولا رقيب. أضف إلى هذا بأنه لدينا الآن أحزاب وميليشيات تتقاتل وتتصارع على السلطة وعلى النفوذ وعلى المصالح الضيقة. فإذا ما جئنا إلى الوضع الأمني نرى بأن الوضع الأمني غير مستقر، والوضع الأمني فيه إشكالات كبيرة جدا، تفجيرات وعمليات خطف وعمليات قتل وعمليات مداهمة وتضييق وسياسات حكومية طائفية تنفذ لإجراء تغيير ديموغرافي في الكثير من المناطق. إذا نحن نتكلم عن انقسام سياسي، ونتكلم عن وجود نخب سياسية غير متحمسة لا لبناء دولة ولا لغرض فرض الأمن والاستقرار في العراق، وبالتالي هو صراع داخل الدولة على النفوذ وعلى المصالح الحزبية الضيقة. نعم دكتور أيمن، في معرض حديثك ذكرت ملف النزوح والهجرة التي خلفها الغزو، هل المسؤولية المباشرة عن حالة النزوح والتهجير التي يعيشها العراق الآن هي مسؤولية مباشرة للغزو أم هي توابع من آثاره؟ أخي الكريم، التهجير يعني من أولى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بعد قتل المدنيين. نعم. منذ 2003 التهجير في العراق على قدم وساق، وتهجير ممنهج ومدروس، والمسألة حقيقة تعدت أكثر من 9 محافظات في العراق عمليات تهجير وترحيل قسري تحت تهديد السلاح تارة وتحت القصف تارة أخرى، وبالنتيجة اليوم لدينا في العراق الملايين من المشردين والنازحين داخل الوطن، مصيرهم يعني حقيقة يعني ليس مجهولا فقط،
وإنما هو يعني مخيف ومرعب، لأن هذا هؤلاء الناس يعني توقفت حياتهم بمجرد خروجهم من منازلهم بشكل قسري وبشكل فجائي. لكن هذه العمليات قطعا تتحمل قوات الغازية، قوات الاحتلال هذه المسؤولية، وكذلك حكومات الاحتلال المتعاقبة وهذه الحكومة الثامنة كلها تتحمل مسؤولية تشريد وإجبار المناطق. كثيرة لدينا أكثر من 320 مدينة كبيرة وبلدة وقرية في العراق اليوم أهلها ممنوعون من العودة إليها لمجرد أنها كانت ضمن المخطط المرسوم لإجراء أو لتنفيذ مراحل التغيير الديموغرافي الذي كما ذكرت سلفا هو منذ 2003 وحتى اليوم قائم ولا يزال مراحل التنفيذية، ومجرد اختلاف بالأساليب في كل سنة أو في كل سنتين هنالك اختلاف في أسلوب التغيير الديموغرافي المدروس والمخطط له، وأكد على هذه الحقيقة. لكن بالنتيجة هو سار وهو يجري حقيقة في ظل هذه الحكومات غير المنتمية إلى العراق، في ظل ضياع هيبة الدولة، في ظل غياب حكومات وطنية تدافع عن المصلحة العامة للشعب العراقي. وهذا هو الحاصل الحقيقة في العراق بعد 2003 وحتى اليوم. نعم، كان معنا من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، وأيضا كان معنا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. شكرا جزيلا لكما لانضمامكما إلي.